بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من كورس داتا اناليسيس، كاملين مع بعض في مكتبة بانداز. دعوت الفيديو اللي قبل الاخير باذن الله في مكتبة بانداز، يعني مش في الكورس. تمام، الفيديو النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة اسمها الجروبينج او المجموعات. تمام، المجموعات المقصود بيها ان انا عندي كام حاجة من العنصر ده، عندي او يعني مثلا عندي عناصر كتير. تمام، عندي كذا عنصر مختلف ولكن كل عنصر متكرر، كل عنصر متكرر مثلا. فانا بمسك كل عنصر مختلف بجمعه هو واللي شبهه، بشوف مثلا انا عندي من العنصر دوت كام واحد مثلا، او متكرر كام مره، او متكرر كام مره مثلا عندي في العمود مثلا، او العنصر دوت مثلا يعني لو العنصر دوت مثلا ليه سعر في مثلا، او يعني ليه تكلفه في مثلا، تكلفه العنصر دوت يعني او كل العناصر اللي من النوع دوت تكلفتها مثلا كام. تمام، تعالوا نشوف مثلا هنا وانا عندي جدول. الجدول دوت عندي مثلا، ونفترض يعني ان دول الموظفين بس، ماشي، دول موظفين عندي. تمام، وقدام قدام كل شغلانه عندي الراتب بتاعها. فانا هنا عندي مهندس دوت الراتب بتاعه 2500، وعندي اتش ار الراتب بتاعه 2000، وعندي محاسب، انا نسيت احط الراتب، نقول 3000 مثلا. تمام، وعندي مهندس تاني الراتب بتاعه 2000، وعندي اوفيس بوي، ده الاوفيس بوي دوت الراتب بتاعه 1000، وعندي مهندس كمان بس ده مهندس مثلا، نفترض ان هو مثلا مهندس عنده خبره اعلى مثلا، فده الراتب بتاعه 3000. تمام، الاثنين الباقي اللي قبليه كان مثلا الراتب بتاعه 2500 دوت اعلى شويه او عنده خبره اكتر شويه، في الراتب بتاعه 3000. وعندي محاسب تاني، وعندي محاسب تاني برده الراتب بتاعه 3000. وهنا عملتهم كداتا فريم. تعال الاول نشوفهم، بعد كده نشوف الجروب ليك. تمام، ادي اهو شكل الجدول. تمام. طيب. ايه بقى الجروبنج او الجروب باي ديت؟ الجروبنج زي ما قلت لكم، هي هتجمع لي انا عندي مثلا، هي بتجيب لي معلومات مثلا عن مجموعه العناصر اللي عندي في الجدول، لازم احدد لها الجدول. فانا مثلا هاجي انا احدد الجدول دوت واقول لها تجيب لي معلومات عنه. تمام، حدد اسف العمود دوت من الجدول اللي هو الاول عمود دوت، ممكن احدد العمود التاني براحتي. تمام، اللي هعمله هنا ان احوله دي اف اللي هي الفاريبل متخزن في الداتا فريم بتاعتي، واقول له دوت جروب باي. دوت جروب باي يعني المجموعات هتكون عن طريق انه عمود. فانا بقول له، بفتح الكوشن وبديله وبكتب له اسم العمود اللي انا عايز اعرف عن المجموعات بتاعته. فقلت له انا عايز اعرف معلومات او المجموعات الجروبنج عن اللي في العمود اللي اسمه جوب، وكتبتها بنفس السبيلنج اللي كنت كاتبه، او بنفس يعني لو عندي حروف كابيتال او سمول. تمام، نفس السبيلنج يعني، فانا كتبتها بنفس السبيلنج هنا برضه. تمام، تعال الاول نجيبها كده من غير اي عنصر فيها. تمام، وعملت لها بعد كده برنت. تمام، تعال نشوف. هنا اداني الجدول بتاعي اهوت. تمام، وهنا طبع لي اوبجكت. طب ليه الاوبجكت دوت؟ لان انا ما حددتوش انا عايز اعرف معلومه ايه عن المجموعات اللي عندي. هو هنا ما ينفعش او مش هيديك كل المجموعات، او مش هيطبع لك حاجه يعني لو انت كتبتها بالطريقه دي كده، بس من غير ما تحدد له ايه المعلومه اللي انت عايزها، مش هيطبع لك حاجه، او هيطبع لك على شكل اوبجكت. تمام، ولو انا جيت شفنا قبل كده بس كانت في الفيديوهات الخاصه بالبايثون هاكينج، لما كنا بيطلع لنا اوبجكت وكنا بنعمل جواه، كنا بنعمل فور لوب فيه، كان بيطلع لنا ايه العناصر اللي جواه، او الليستس او التابلز اللي جواه. تمام، ولكن هنا لو عملنا هنلاقي شكلها ملخبط وهتلخبطنا اصلا اكتر. تعالوا اوريها لكم. طب هو ليه طلع لي اصلا على شكل اوبجكت؟ طب هو طلع لي على شكل اوبجكت او ما طلعليش بيانات؟ لان هي النهايه جواها معلومات كتيره، معلومات يعني كتيره جدا، فهو مش عارف انا عايز معلومه ايه بالظبط منهم. تمام، فبيطلع لي على شكل اوبجكت. تعال البرنت تاني شوف الدنيا. تمام، بصوا بقى الشكل عامل ازاي لما عملت فور لوبينج فيها.
ادي ده كده ايه، ده كده تابل، ده كده تابل تاني، وادي ده كده تابل تالت، وادي كده تابل رابع. جوه كل تابل، تمام، جوه كل تابل كاتب اسم الوظيفة، اسم الحاجة، تمام، وكاتب بعد كده ان اسامي العواميد، تمام، وكاتب هنا اول حاجه كاتبها ان هنا المكان الاندكس اللي فيه المكان الاندكس اللي فيه الوظيفه ديت اللي اسمها الاكاونتنت، والراتب بتاعها بتاع الشخص دوت او اللي في الاندكس دوت. وبعد كده كاتب لي التاني منها وموجود في الاندكس كام، والراتب بتاعه في الصف ده كام، وهكذا مع باقي العناصر. بس هي اصلا شكلها مش مفهومه اصلا كده. طب انا عايز استخرج منها معلومات تفيدني، اعمل ايه عشان تقدر تستخرج منها معلومات كده؟ لازم اقول له دوت والحاجه اللي انا عايزها. فانا مثلا عايز اعرف انا عندي من كل عنصر دول، من كل عنصر موجودين عندي في الجدول اللي اسمه جوب، عايز اعرف العنصر ده متكرر كام مره مثلا، او موجود كام مره، او في عندي كام صف بيحتوي على كل عنصر منهم. فاقول له دوت كاونت، كاونت زي ما شفناها قبل كده كانت بتطلع لي انا عندي كام عنصر. هنا هي بتطلع لي انا عندي كام عنصر، بتطلع لي اسف كل عنصر متكرر كام مره، تكرر كام مرة في في العمود ده عندي. ادي هنا اهي ده الجدول الطبيعي بتاعنا، وهنا اهي البتاع دوت كاونت. هنا كاتب لي الجوب، وهنا السالري. سيبك من السالري عشان نتلخبط. طيب هو هنا اللي عمل ان هو اخد كل وظيفة من دول او كل عنصر من دول وحطه اصلا على هيئة اندكس. يعني الاكونت ديت بقت اندكس، والانجينير دي بقت اندكس، والاتش ار دي بقت اندكس، والاوفيس بوي ده بقى اندكس اصلا، تمام. وحط لي قدام كل اندكس هو متكرر كام مره. فانا مثلا عندي الاكونتنت قال لي ما عندك مره، قال لي عندك منه اتنين، عندي منه اتنين، يعني هو متكرر مرتين. تعالوا نشوف كده هو متكرر مرتين ولا لا. ادي هنا اهو مره، وادي هنا اهو مره، فهو فعلا متكرر لي مرتين. طيب عندي الانجينير هنا، الانجينير متكرر ثلاث مرات. طب هو فعلا متكرر ثلاث مرات؟ تعالوا نشوف. ادي هنا اول مره تكرر ايه، تاني تكرار، تالت تكرار. طب تعالوا نشيل مثلا واحده انجينير او صف منهم، عملنا لك كومنت ايه، تعالوا نعمل ران تاني. قال لي بدل ما كانوا ثلاثه انجينير لا بقوا اتنين بس، لان في واحد فيهم قل، او في واحد تكرار مسح او اتعمل له كومنت، تمام. فهي الفكره ان هو طلع لي معلومات عن العناصر عن العناصر اللي عندي في في الجدول بتاعي او في العمود اللي انا محدده، تمام. تعالى اقول له دوت سم، دوت سم بيجيب لي المجموع. يعني ايه المجموع؟ يعني مثلا انا عندي المحاسب هنا، المحاسب هنا او الاكاونتنت بيقبض كام، او الراتب بتاعه كام؟ الراتب بتاعه 3000. طيب فهيمسك لي انا عندي كام محاسب، او عندي متكرر كام مره الاكاونت ده هنا في الجدول عندي او في العمود عندي، متكرر مرتين، ادي مره وادي مره، هنا بيقبض 3000 وهنا بيقبض 3000. فهيجمع لي كل الراتب او كل التكلفه اللي بيكلفاني الاكاونتنت. فالاكاونت كده بيكلفني 6000 مثلا، تمام. طب عندي الانجينيرنج، في الانجينير، الانجينير عندي ثلاثة اهم، تمام، واحد اتنين ثلاثة، تمام. بيكلفوني كام دوت؟ بيكلفني او الراتب بتاعه 2500، وده 2500 يعني كده لو جمعتهم على بعض فكده 5000. وعندي مهندس تالت دوت لوحده بياخد 3000، يبقى الاتنين دول 5000 زائد دوت 3000، فيبقى كده عندي، فيبقى كده المهندسين بيكلفوني مثلا 8000. والاتش ار، طب الاتش ار، الاتش ار عندي واحد بس بياخد 2000، والاوفيس بوي برضو عندي واحد بس بياخد 1000، وهكذا. فهي بتطلع لي معلومات بتطلع لي معلومات عن العناصر في الجدول بتاعي، تمام. مش عارف، تعالى نجرب المين دي هتشوفها تشتغل ولا لا. يعني هي كده لحد كده احنا خلاص في الجروب، بس عايز اجرب ديت. تمام، تمام. هي المين هنا هي تنفع تنفذ عليها على فكره اي معلومه احصائيه شفناها قبل كده. المين هنا هي بتجيب لي
بتجيب لي متوسط الرواتب لكل وظيفة. يعني مثلا المهندس متوسط الرواتب بتاعتهم الجدول، متوسط الرواتب من المهندسين 2600 مثلا او 2666، ومتوسط الرواتب للمحاسبين 3000 وهكذا. تمام، ينفع تنفذ عليها برضه، تخليك تجيب لك معلومه احصائيه شبه المعلومات اللي شفتها قبل كده بتاع الداتا ديسكرايب. تمام، بس كده. شكرا ليكم يا شباب، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد.